السلام عليكم ورحمه الله وبركاته التلاميذ التلاميذ الاعزاء الاباء الامهات، مرحبا بجميع اللي كيشوفوا هذا الفيديو. لفيديو سبيسيال، بغيت قبل ما نبدا الفيديو كيف ما شفتوا في العنوان سهلات القراءه سهلات العطله، دابا غندخلوا المدرسه، رمضان، الصيام، سهله السيمانه الاولى اللي كانت فيه عطله، واللي كنا درنا واحد فيديو خاص غنخلي لكم لتحت اللي مازال ما شافوش طريقه كيفاش نديروا البرنامج ديالنا في شهر رمضان. ولكن هذاك البرنامج اللي كنت هضر لكم كنت ركزت على السيمانه الاولى ديال العطله. دابا اخوتي باقي لنا ثلاثه ديال الاسابيع وباقي رمضان فيه وباقي الصيام، كي غنتعاملوا مع الطاقه اللي تكون عندنا، كيفاش غنتعاملوا مع الفروض اللي جايين، كي غنتعاملوا مع الاهداف اللي تابعانا وما بين العباده وما بين الدراسه. اذا الموضوع مازال مهم، لذلك كانت باش ندير فيديو جديد وجبت لكم واحد التكنيك اللي غتشتغلوا بها زوينه بزاف في هاد ثلاثه الاسابيع اللي جايه، وربما غادي تشتغلوا بها على طول السنه وغتعاونكم بزاف في القرايه ديالكم. ولكن قبل ما نبدا بغيت اولا نطمئن عليكم اخوتي، قولوا لي في التعليقات كيف غادي مع رمضان، كيف غادي مع البروغرام اللي درتو في شهر رمضان، كيف غادي مع الختمه ديال القران بالنسبه للبنيتات التلميذات، كيف غادي مع المسجدي في الدار ودرتو ولا مازال، المصحف ديالي يا الشباب قلنا نديرو المصحف ديالي ونكتب فيه سميتي ولدي، مشيتي لدار القران بديتي كتحفظ القران، كي غادي مع البرنامج صلاه التراويح، العباده، كي غادي مع الصيام. قولوا لنا اخوتي، نطمئنوا عليكم ونوصيو بعضياتنا في لي كومونتير. يلا على بركه الله الشباب، وغنضيف لكم واحد الفكره قبل ما ننسى. المصحف اخوتي بلاتي نجيبو المصحف اخوتي، الله يرضي عليكم. اليوم 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 فيديو اسطوري، فيديو غيكون زوين بزاف الشباب، وغتسمحوا لي لانني انا متفاعل معكم الشباب. شوف 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 شحال من حاجه جبت، جبت المصحف ياك حيت غنهضر عليه، وجبت المذكره حيت غندوي عليها، كاين تكنيك واعره اللي غنهضروا عليها غتعاونك في قرايتك، وعندي هاد الملونات غنهضر عليكم، انا نهضر لكم مزيان عليهم والاهميه ديالهم والفلوريسو غنحتاجوهم في التكنيك. يلا ركزوا معايا، غادي نبدا بعدا بالمصحف. بغيت نضيف لكم واحد الفكره خوتي، كنت قلت لكم انكم تكتبوا السميه ديالكم في المصحف ياك، مزيان. بغيت نضيف واحد الفكره اخرى، ابار الختمه ديال القران، ابار غادي في البرنامج ديال الورد اللي كتقراه، بغيت انك تاخذ فلوريسون ياك، فلوريسون زويون بحال هكا، وانت كتقرا الختمه ديالك اي ايه تارتك شدت الانتباه ديالك عجباتك، لونها لونها فلوريسون، وسير قلب على التفسير ديالها والتدبر ديالها، وعيش معاها يومين ثلاث ايام اربع ايام. كانوا الصحابه كانوا غير يسمعوا غير ايه وحده كيمشي يتدبر فيها ويعبد الله ويقراها في الصلاه ويقراها في السنه ويقراها. اخوان القران الكريم ايه وحده تطيح في قلبك تبدل لك حياتك. الله عز وجل تيقول لو انزلنا هذا القران على جبل، تخيل جبل جبل ينزل عليه هذا القران، لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. تخيل جبل، فما بالك بالقلب ديالنا احنا. وتلك الامثال نضربها للناس. اذا الاخوان هذه الفكره نتمنى ان شاء الله انكم تشتغلوا عليها وتضيفوها كذلك. اذا غنمشي دابا باش نبدا لكم بالبروغرام اللي بغيتكم تخدموا عليه. انا عطيتكم واحد التكنيك زوينه غتنفعكم يعني في هذه الاسابيع اللي جايه بالنسبه لشهر رمضان. اذا الشباب مازالين كنعرفوا بان الصيام وحنا غاديين للمدرسه والانيرجي اللي غادي تكون عندنا اكيد غتكون مختلفه على وانت جالس في داركم. دابا غتبتدا من الاثنين غتمشيو للمدرسه، التوقيت ديالكم كله والتوقيت ديالو، بصحاب البريفي كاين اللي كيمشيو من التسعود يمكن غيسيروا مع جوج جو بونس ولا ثلاثه يخليو لي التاكيد، البيبليك اللي تيمشي الصباح عنده وقت استراحه غيرجع ثم غيرجع عاوتاني في العشيه وغيرجع عاوتاني. اذا الوقت ما نقدروش نحددوا ونعطيو برنامج زمني غينطابق على كل شيء، لان اصلا المدارس مختلف التوقيت ما بين البريفي وما بين البيبليك، لذلك هذا المعيار ما غنعتمدش عليه باش نحدد لك البرنامج الزمني. متفقين؟ انا غنعطيك واحد التكنيك اللي غتساعدك وانت دير البرنامج الزمني على حساب الايام ديالك، حيت بعض المرات تكون عندك صباح خاوي، بعض المرات تكون عندك عشيه خاويه، ما نساوش السبت والحد، فبالتالي ما نقدروش نديرو فيكس على الجميع. متفقين؟ شنو هي استاذ التكنيك؟ تكنيك سميتها في بي اس، في بي اس. الكلمة الأولى في كتعني فيديو، البي كتعني بابيي، الاس كتعني ستيلو. وهنا غادي ناخذ البابيي أو المذكرة، ناخذ المذكرة ديال أخوتي وغادي ناخذ هاد الأقلام أو ستيلو، ولكن غنفضل أنا الأقلام، أنا سميتها ستيلو ولكن غنفضل الأقلام. دونك غادي نبدأ أول حاجة بالبابيي.
هاد البابي او المذكره او الورقه من الاحسن تكون مذكره، المهم مذكره فيها بزاف ديال البابي. هادي يا الشباب قبل بعدا ما نبقى نهضر بغيت نقول لكم بان التكنيك ديال في بي اس هي بفضل الله عز وجل باش نتجنا اكثر. شو شحال من الفيديو كاين من القناه دابا؟ اكثر من 500 فيديو ولا ما اتذكر، يا ربي ما نكونش غلط، والقليله لما كانتش 500 راه غتكون شي 400 ولا المهم ما نزربش. تاكدوا لي في لاشين شحال من الفيديو درنا لحد الان وكتبوا لي في التعليقات في بي اس. اولا البابي، اي درس اخوتي كنبغي نصايبو لكم ونصورو لكم كنشدو كنكتب التلخيص ديالو والاهداف اللي خص التلميذ يوصل يعني كيف كنقولوا الكفايات او لي زوبجيكتيف الاساسيه اللي خصني نوصلها لك. دونك اول مرحله كتبدا بالبابي. مثلا انا غادي نصور لكم درس لي زيكواسيون، مثلا راه خصني نكتب الاهداف اللي خصني نوصلها لك في كل حصه، كنكتبها كنلونها بفلوريسون كننظم المسائل ديالي، متفقين؟ دونك اول مرحله البابي. بالنسبه للستيلو يفضل يكون عندك دوك الاقلام الملونه الزوينين مع فلوريسون، علاش؟ كيعطي واحد الجماليه في الورقه ديالك وتشهيك انك تشوف الورقه ديالك، متفقين؟ دونك بابي ستيلو في الفيديو، الفيديو دونك ملي كنسالي هادشي كنوض كنصور لكم داكشي وكنعرضو لكم بواحد الجوده الحمد لله نطلب الله عز وجل تكون كتعجبكم، متفقين؟ كيفاش اسد هاد التكنيك اللي راه بطبيعه الحال التكنيك ماشي غير انا كنخدم بها، اللي كنقدم محتوى شوف قنوات وقيس على ذلك الناس كيخدموا بها وكيقدموا محتوى وكيديروا انجازات وكينتجوا. انا بغيت علاش انت كتلميذ او انت كتلميذه تخدم بهاد الفي بي اس في قرايتك؟ كيفاش أستاذ؟ بسيطة، غتاخد البابي مذكرة ديالك، أي درس غتدخل دابا المدرسة، أي درس غادي دير، غادي دير له التلخيص ديالو، وغتكتب فيه الأهداف الأساسية اللي خاصك أنت تعرفه من هذا الدرس. تقول لي باش نعرف أنا الأهداف الأساسية، يعني الملخص وداك الشيء البرانسيبال، سول الأستاذ ديالك، البروف ديالك في المدرسة، شوف لي بروف اللي عندك في اليوتيوب، سقسي، دير مجهود، جوجل، كتب الاهداف الرئيسيه ديال الدرس، متفقين؟ ولخصها ودير لها الفلوريسون بالاقلام وقاده. هذه مرحله اولى. المرحله الثانيه غتبغي انت تحفظ داك الشيء، غتبغي تراجع، غادي تبغي طلع على داك الشيء تشوف اش كتبتي باش توجد الامتحان ديال، تصور داك الشيء باش تخزن المعلومات ديالك. تجلس في داركم وغتصور، ياك عندك تليفون غتصور داك الشيء. كيفاش غتصور؟ انت غتهضر مع راس بحال اللي تنهضر انا دابا معاك، تشعل الكاميرا وبدا تهضر. انت مثلا غادي تراجع الدرس ديال التربيه إسلامية، غتبقى انت تقرا بابي وتتصور، من بعد دير هادشي كل هضره خصوصا المواد الادبيه بالاخص المواد الادبيه، متفقين؟ من بعد هذا الفيديو الى حشمتي، شي واحد يقول لي نحشم انا نصور فيديو، اولا الفيديو ما صيفطو حتى شي واحد، الفيديو يبقى عندك، هذا الفيديو غيساعد كيفاش تخزن المعلومات ديالك، يساعدك باش تبقى دير التغذيه الراجعه، باش تبقى دير مراجعه، كل مره غتبقى ترجع لذاك الفيديو غدير نوتيفيكاسيون في التليفون باش تراجع داك الدرس، يوصلك واحد الاشعار انك راه خاصك تراجع داك الدرس ديالك. تقدر ديرو غير في ديك اللعبه ديال الساعه، غتكتب فيها غتصوني التليفون تقول اه راه خصني نراجع الدرس هذا، متفقين؟ فبالتالي كيفاش غتراجعو؟ غتراجعو من خلال تفرج في الفيديو ديالك. تخيل دابا انت جالس وكتفرج في الفيديو ديالك، انت كتهضر على الدرس بطريقتك، كتراجع داك الدرس وكتهضر عليه بطريقتك. الا حشمتي انك دير فيديو واخا ما غتصيفطو لحتى شي واحد، دير اسيدي اوديو، دير غير اوديو وبدا تهضر مع راسك، صيفطو للوالده ديالك وبدا تسمع له مره مره، متفقين؟ ثق بيا اخوتي هاد التكنيك الا مشيتو بها نطلبوا الله عز وجل تساعدكم. اوديو في الواتساب صيفطو للوالده ديالك، خزن فيه المعلومات اللي عندك في داك الدرس في الاجتماعيات في التربيه الاسلاميه في العربيه، عندك بحث اي حاجه في البابي ديالك زوينه وخزنها، ومره مره بدا ترجع ليها. غير ديك مره مره بغيناها تنظم حيت تقدر تسها، لا غدير في التليفون الاشعار نوتيفيكاسيون، كتبها في لابليكاسيون ديال اللي كتعطيك الساعه، غتصوني غتكتب مثلا مع مثلا دي مور وصلة التراويح مع تسعود، غادي نكتب راه غادي نراجع داك الدرس ديال التربية الإسلامية ولا ديال الاجتماعيات، متفقين؟ غادي تصوني التليفون، غنجبد داك الفيديو اللي أنا مصورو ديجا، فهمتي؟ صور درس، صور جوج دروس، لخصهم، صورهم، كتبهم، نوض ولا أوديوات وجلس وسمع مع راسك، وربما كاع دير واحد الدوسي ديالك اللي فيه ملخص الدرس كامل عبر فيديوهات ديالك، دياولك هادو ما غتعطيهم حتى شي واحد، ما غتبارطاجيهم ما والو، دياولك سوا فيديوهات سوا اوديوات. اذا خوتي باش ما نطولش عليكم، في بي اس فيديو بابي ستيلو، بدا الا بانت لك شي طريقه احسن من هذه ديرها.
فهمتي هادي اللي تنقول لك اجتهاد من عندي. الا بان لك هادشي ما خدامش لك ما ديروش، دير اولدي شي حاجه اللي حسن وشاركها معنا في التعليقات، ربما خوتنا والتلاميذ هما يستافدوا. متفقين؟ اذا الاخوان نتمنى ان شاء الله في الاخير تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا، ومره اخرى مزيد من الاجتهاد سواء في العباده سواء في الدراسه. نطلب الله عز وجل يحفظكم، يحفظكم لوالديكم، وتهلاو لي اخوتي في راسكم، بارطاجيو الفيديو كذلك مع الاصدقاء باش يستافدوا بزاف ديال التلاميذ. السلام عليكم.